ما يتعلق بالكلام في الناس عموما في بقية سؤال الأخ، البشر جعلهم الله تحت خمس رقابات. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، وهو أعلم لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، فهو يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، ويعلم وساوس الصدور قبل خلق الإنسان وقبل أن يكون جنينا وبعد ذلك، فكل ما توسوس به الصدور معلوم لديه قبل خلق الخلق، ولا يلتبس عليه منه شيء. فإذا هذه الرقابة هي آكد رقابة وأعظمها، وينبغي للإنسان أن يستحي منها، رقابة ملك الديان جل جلاله. الرقابة الثانية رقابة الرسول الشهيد، فكل أمة جعل الله فيها رسولا شهيدا عليها بأعمالها، وهذه الأمة شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الشهيد بأعمالها جميعا، وهو القاضي الذي لا يعزل ولا يبدل، والشاهد الذي لا يجرح ولا يمكن أن يتطرق إليه احتمال، وهو صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة قديمها وحديثها بأعمالها، وما ذلك إلا أن الله يطلعه على أعمال أمته فيشهد بها، لأن الشهادة من شرطها العلم، ومن لا يعلم شيئا لا يحل له أن يشهد به، فقد قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، فالشهادة لا تكون إلا بالمقطوع به. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله له الشهادة على أعمال أمته، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فهو الشهيد على هذه الأمة يطلعه الله على أعمالها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض يوشك أن يطرد دوني أقوام فأعرفهم فيطردون كما تطرد غرائب الإبل، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدثوا بعدك، حمله أهل العلم على محامل للجمع بينه وبين هذه النصوص، فمنها أولا أن المقصود تعظيم ما أحدثوه، فأنت الآن إذا رأيت من يضرب صبيا فقلت له وقد حضرت جرم الصبي، فقلت له لا تضربه، يقول لك أنت لا تدري ماذا صنع، وليس معناه إنكار علمك بما صنع، لكن المقصود تعظيم ذلك وتكبيره، فهذا وجه. الوجه الثاني أنه قد يكون عالما به في وقت الشهادة يعلمه الله به في وقت الشهادة، ولكن قد لا يعلم به في باقي الأوقات، لكن وقت الحاجة لا بد من البيان فيه، تأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع، فلذلك يطلعه الله عليه عند الشهادة به. الرقابة الثالثة رقابة الملائكة الكرام، وكل واحد من البشر معه 21 ملكا يراقبون أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ويكتبون به التقارير إلى الله جل جلاله، فمنهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بالقلب، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيحصل من كل ذلك 21 ملكا. وقد بين الله رقابتهم فقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة المؤمنين، الرابعة رقابة المؤمنين، فالمؤمنون شهود الله في الأرض، وهم يراقبون ويشهدون على الناس، ولذلك قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون،
وقد مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها الناس بسوء فقال وجبت، ثم مر بأخرى فذكرها الناس بخير فقال وجبت. فقال عمر وما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. فهذه الرقابة أيضا رقابة حقيقية لكنها مختصة بأهل الإيمان، ومن سوى أهل الإيمان لا يباليهم الله باله، ولذلك يأتي الإطلاق فلا يدخل فيه إلا أهل الإيمان. فمثلا يقول الله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض في سورة الشورى، فمن في الأرض من المقصود بهم؟ أهل الإيمان فقط، أما من سواهم لا يستغفر لهم الملائكة. ودليل ذلك الآية الأخرى في سورة غافر، ويقول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فإذا جاء الإطلاق في القرآن فإنما يقصد به الذين هم أهل لأن يدخلوا في هذا الإطلاق. ولذلك إطلاقات النصوص كالمحبة مثلا في الحديث السابق إنما يقصد بها أهل الإيمان. فهذه رقابة وهي رقابة المؤمنين. الرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فكل إنسان يأتي يوم القيامة فيختم على فيه وتتكلم جوارحه بما صنعت. نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وكذلك في الآية الأخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وفي الآية الأخرى أيضا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم لا ينافي ما ذكر في آية ياسين من الختم على الأفواه، لأن الألسنة حينئذ لا تتكلم من هيئة الكلام المعتاد، بل تتكلم كلاما منقطعا عن الصدر لا علاقة له به. وإلا في الكلام المعتاد قد ختم عليه لأنه ختم على أفواههم. نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. فإذا لا تعارض بين الآيتين، فهذا كلام ليس من وجه الكلام المعتاد، وإنما هو كلام خارق للعادة ككلام الجوارح كلها. فهذه الرقابات الخمس لا يمكن أن يفوتها شيء من تصرفاتنا وأعمالنا. فإذا كان الحال كذلك فعلنا أن نعتني بأنفسنا، وأن نستتر بستر الله الذي سترنا به، وأن نترك الملاحظات والعيوب وتتبع عيوب الناس وزلاتهم وأخطائهم، فعليهم من يحفظ زلاتهم وأخطائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الآخر من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية.